الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أتم الصلاة وأتم التسليم. مواصلة في الباب الثالث اللي هو يتكلم عن نظريات أو طرق ونظريات التقريب. إن شاء الله الليلة هنتكلم عن الطرق بتاع حل المعادلات كثيرة الحدود. يعني كثيرة حدود يعني أنا ممكن عندي نقاط لكل من إكس ونقاط كل من واي، نفس اللي عملته في الطريقة بتاعت المربعات الصغرى، جبت معادلة تربط ما بين x و y عن طريق المربعات الصغرى، لكن المربعات الصغرى بتشتغل لدالة كثيرة حدود، لدالة أسية، لدالة للأساس E، لدالة للأساس log، ففارد لكل شنو؟ لكل القيم. بالنسبة لكثيرة الحدود ممكن فقط على حسب درجتها، يعني الدرجة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، فممكن أستخدم فيها طريقة لاجرانج، طريقة الفروق المحدودة وطريقة الفروق المقسومة. تمام، في ثلاثة طرق بتشتغل لك كثيرة الحدود، يعني ما بتشتغل لك الدالة الأسية، ولا بتشتغل لك الدالة اللوغاريتمية، ولا بتشتغل لك الدالة الأساس E أو الإكسبونينشال فانكشن. طيب اللي هنتكلم عن لاجرانج اللي هي واحدة من الطرق اللي بتحل لك كثيرة الحدود على حسب الدرجة المطلوب منك في السؤال أو المطلوبة منك في السؤال أو وكل ما زادت الدقة كل ما كانت شنو؟ كل ما زادت سوري الدرجة بتاعت المعادلة كل ما كانت أدقة من ناحية إجابة. طيب نمسك أول واحدة اللي هي شنو؟ طريقة لاجرانج. فالقانون العام لطريقة لاجرانج اللي هو bn of x equal summation من i equal 0 لحد n بس li of x y i. طيب ده summation بتاعك القانون العام كمجموع. هنيجي في الكوب لما يتفقح هيبقى bn of x حيث ال n هي الرتبة بتاعت المعادلة، حيث ال n هنا هي الرتبة بتاعت المعادلة اللي هي bn of x بتعادل لك زي ال f of x بتعادل لك ال y بتساوي لك ال 0 of x y 0 زائد ال 1 of x y 1 زائد ال 2 of x y 2 زائد الى ما لا نهاية لحد ما تصل اخر قيمة اللي هي ln of x y n. طيب ال y0 وال y1 وال y2 دي كلها قيم معطاه، اول y3 الى ما لا نهايه، يعني يكون في تيبل معطى عندك المساله فيه قيمه y0 وبعد من y0 y2 y1 دي كلها معطى. تمام، باقي عندك قيمه l0 وl1 وl2. لو لاحظت بنقول l0 of x معناتها داله في x، عشان تجيب ال l محتاج تجيب شنو اللي هي لاجرانج فورمولا. طيب عشان تجيب ال l محتاج تستخدم القانون ده اللي هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن ملتيشن لكل من x ناقص xj على xi ناقص xj، حيث الi بتساوي لك 0 1 2 الى n، ده القانون بتاع ال L. طيب عشان تجد فيك الملتيشن ده محتاج تتعوض كل من الi بتمثل، يعني الi ذاتها بتبدا من 0 1 زي ما انا قلتها، حتكون من L0 L1 L2 اللي هي القيم دي L0 L1 L2 L3 الى Ln. طيب عشان تفك الحاجة دي أول حاجة لابد إنك تعرف الدرجة بتاعت المعادلة بتاعتك، لابد تعرف أول حاجة الدرجة بتاعت المعادلة بتاعتك، لأنه عشان تعرف إنه الضربيشن الفكة بتاعته لحد دي وين. فأنا لازم يا أحدد لك الدرجة يا سيدي، في المثال حوريك إنك تحدد الدرجة بتاعتك إذا ما أدتك لها شنو كقيمة معطى. طيب لما تيجي تفرتقها القانون بتاع الضربيشن مباشرة حيكون شنو؟ طيب بالنسبة للقانون بتاع الضربيشن حيكون الفرتقة بتاعته اللي هو L0 of X عبارة عن X ناقص X1 في X ناقص X2 في X ناقص X3 إلى X ناقص Xn. ببساطة كده البسط الجزء في البسط X ناقص كل القيم ما عدا القيمة اللي قاعد أحسب فيها، أنا هنا شغال L0 of X، فحيكون في البسط X ناقص كل القيم، يعني ما بادي من X ناقص X0 هنا، ما في باقي طوالي مباشرة x ناقص x1 في x ناقص x2 في x ناقص x3. طيب ده في الجزء في البسط، بالجزء في المقام حيكون الحاجة اللي قاعد احسب فيها اللي هي ال0 حيكون طوالي وصلتها مباشرة x0، يعني حيكون x0 ناقص باقي القيم، x0 ناقص باقي القيم. تمام، يعني في البسط x ناقص كل القيم ما عدا x0، لكن في المقام x0 ناقص باقي شنو؟ كل القيم. طيب دي بالنسبة لل0. بالنسبة لل1 حيكون نفس المبدأ، حيكون x ناقص باقي كل القيم ما عدا ال1، يعني حيكون
اكس ناقص اكس 0 لو لاحظت هنا اكس ناقص اكس 1 ما في مباشره مشى لي اكس ناقص اكس 2 اكس ناقص اكس 3 الى ما لا نهايه تمام. طيب ده بالنسبه للبسط. نجي للبسط الجزء في المقام. الجزء في المقام لو لاحظت انا شغال عند الواحد فبقت اكس 1 ناقص اكس 0 في اكس 1 ناقص اكس 2 في اكس 1 ناقص اكس 3 ثابت اكس 1 ناقص باقي شنو القيم. طيب لما تيجي كذلك للال 2 حتكون اكس ناقص كل القيم ما عدا 2 حيكون اكس ناقص اكس 0 في اكس ناقص اكس 1 لو لاحظت هنا ما في اكس ناقص اكس 2 ما في حيكون اكس ناقص اكس 3 طوالي مباشره. فانا قلت اكس ناقص كل القيم ما عدا قاعد احسب فيها في الجزء في البسط. بالجزء في المقام حيكون قاعد احسب فيها اللي هي اكس 2 حيكون اكس 2 ناقص باقي كل القيم اللي هي اكس 2 ناقص اكس 0 في اكس 2 ناقص اكس 1 في اكس 2 ناقص اكس 3 الى ما لا نهايه. دي الفكره بتاعت القانون بتاعت الملتيشن. طيب ناخذ اكزامبل بسيط عشان نفهم به طريقه لاجرانج. طيب اكزامبل 3.5 find the polynomial function of second degree which interpolate the Dirichlet table. يعني في القيم دي عاوز الفانكشن او الداله اللي بتربط لك ما بين قيمه اكس وواي اللي بتربط ما بين قيم اكس وقيم واي اللي هي في التيبل دي اللي هي اكس بادئه من 2 2.5 3 والواي بادئه من 69 91 1.09 اللي هي القيم دي. بالراحه كده خدت لك بالقلم الرصاص خدت لك دي اكس 0 اكس 1 اكس 2 دي واي 0 واي 1 واي 2. طيب اذا كان ما اديتك الدرجه بتاعتها انت حتعرفها كيف. طيب اول حاجه تعال اكتب معاك القانون بتاع الفكه بتاعت القانون بتاعت شنو لاجرانج اللي هو انا سالتك كانت بي 2. طيب حتى لو ما كان سالتك ما قلت لك السؤال كان البي 2 اول حاجه نحل الجزء الاول من السؤال نشوف الجزء الثاني من السؤال. هنا السؤال ده مكون من مسالتين. طيب من سؤالين السؤال ده فيه شنو فيه شقين الشق الاول تكوين المعادله الشق الثاني الحساب بعد تكوين المعادله. نجي للشق الاول. طيب نبدا بالحل. طيب انا كان حددت هنا الدرجه الثانيه معناتها ام ب 2. طيب معناتها حيكون طوالي بي تي بي 2 اوف اكس بتساوي ال0 اوف اكس واي 0 زائد ال2 اوف اكس واي 1 زائد سوري ال1 اوف اكس واي 1 زائد ال2 اوف اكس واي 2 حجيب لحد ال2 لانه كانت من الدرجه الثانيه. لو كان السؤال من الدرجه الثالثه حجيب لحد ال3 واي 3 لو كانت من الدرجه الرابعه حيكون لحد ال4 واي 4 كده. طيب هنا انا كان السؤال من الدرجه الثانيه فحجيب لحد ال2 واي 2 او ببساطه كده انت تقدر اقامت هنا في الجدول واي 0 واي 1 واي 2 مباشره. انت اخر حاجه كانت وقفت لك اخر نقطه كانت كم؟ واي 2 معناتها برضه اكزاكتلي القانون برضه بيجي لحد واي 2 ما محتاج تعرف الدرجه. ممكن انا اديك الجدول انت وما احدد لك الدرجه. شوف الجدول فوق كم قيمه يعني واي 0 واي 1 واي 2 ثلاثه قيم معناتها من الدرجه الثانيه لحد واي 2 ما هي باديه من واي 0 حيكون واي 0 واي 1 واي 2 مباشره القانون الجدول بتاعك التيبل بتاعك واقف لحد وين؟ لحد الواي 2 معناتها شنو في القانون حيكون ال0 اوف اكس واي 0 زائد ال1 اوف اكس واي 1 زائد ال2 اوف اكس واي 2 اللي هي اخر قيمه. طيب قيمه الواي 0 والواي 1 والواي 2 كلها معطيه عندنا اللي هي واي 0 ب 69 315 الواي 1 ب 91 629 الواي 2 كانت 1.09 86 1. طيب دي قيمه واي 0 واي 1 معطى. الحاجه اللي ما عندي اصلا ثاني اللي هي قيمه ال0 والال1 والال2. طيب ال1 وال0 وال2 كلهم داله في الاكس. طيب عشان تعرف انك انت واقف وين في الفكه بتاعت القانون بتاعت الضربيشن جيب اول ملتيشن سوري. طيب شوف قيم اكس هنا كم؟ اكس 0 اكس 1 واكس 2 معناتها عندي قوسين ثلاثه قيم معناتها عندك قوسين. طيب نجي نحسب ال0 نحسب ال0 اوف اكس حيكون انا قلت ال0 اكس ناقص كل القيم ما عدا الزيرو. طيب حيكون اكس في ناقص اكس 1 في اكس ناقص اكس 2 لاحظ انا ما بديت اكس ناقص اكس 0 لانه انا بحاسب عند الزيرو حيكون اكس ناقص اكس 1 في اكس ناقص اكس 2. طيب هل في اكس هنا ناقص اكس 3 هل في عندي قيمه الاكس 3 ما عندي فبالتالي مباشره بقيف لحد هنا حيكون اكس في اكس 1 في اكس ناقص اكس 1 سوري في اكس ناقص اكس 2 ما حقول اكس ناقص اكس 3 لانه انا اصلا ما عندي قيمه لاكس 3 فحاقف لحد هنا. ده جزء في البسط. الجزء في المقام انا حاسب عند الزيرو حيكون اكس 0 ناقص باقي القيم حيكون اكس 0 ناقص اكس 1 في اكس 0 ناقص اكس 2 هل في اكس 3 ما في اكس 3 برضه حتكون واقف لحد هنا. طيب اكس 1 واكس 2 واكس 0 كل القيم دي معطاه في التيبل اللي هي اكس 0 ب 2 اكس 1 ب 2.5 اكس 3 بشنو؟ اكس 2 ب 3. طيب نجي نعوضها حيكون اكس في ناقص سوري اكس في سوري اكس ناقص اكس 1 اكس 1 كانت 2.5 حيكون اكس ناقص 2.5 في اكس ناقص اكس 2 اكس 2 كانت ب 3 حيكون اكس ناقص 3 اللي هي دي. طيب على اكس 0 كانت بكم؟ ب 2
2 ناقص 2.5 اللي هي قيمة الاكس 1 في اكس 0 كانت ب 2 ناقصا اكس 2 كانت بكم؟ ب 3. تعويض مباشر حجيك معادلة في كزر في المقام هو عبارة عن عدد ثابت في النهاية 2 ناقص 2.5 بسالب 0.5 و 2 ناقص 3 بسالب 1 سالب 1 في سالب 0.5 اللي هي بكم؟ بموجب 0.5 كانك هنا 1 على 0.5 لأنها قاعدة في المقام. طيب الاكس في اكس باكس تربيع حيجيك معادلة هنا من الدرجة الثانية حضرب قوس في قوس كانها فوق بتاع مربع كامل عادي يعني اكس في اكس باكس تربيع اكس في ماينس 3 بماينس 3 اكس ماينس 2.5 في اكس بماينس 2.5 اكس ماينس 2.5 في ماينس 3 ب 7.5 جمع الحدود بتاعت اكس حيجيك مباشرة اكس تربيع ناقص 5.5 اكس زائد 7.5 في 1 على 0.5 ده الجزء في شنو؟ بالمقام لأنه كان عدد ثابت. طيب دي المعادلة الأولى بتاعتك. طيب 1.5 اللي هي عبارة عن 2 لأنه حل حاصل 1 على 0.5 تقريبا يعني 1 على 0.5 ب 2 2 شال اضربها جوا هنا حيكون 2 اكس تربيع 5.5 في 2 عبارة عن 11 حيكون ماينس 11 7.5 في 2 عبارة عن كم؟ 15 لأنه الواحد على 0.5 ب 2. طيب بقت 2 اكس تربيع ناقص اكس ناقص 11 اكس زائد 5 دي كده قيمة ال 0 اللي هي هذه ده ال 0 of x. طيب لما اجي اعوضها في المعادله بعدين هتكون ال 0 of x مضروبه في شنو؟ مضروبه في ال y 0 لانها قاعده هنا ال 0 of x في ال y 0 فهيكون المعادله في القوس دي اللي هي 2 x تربيع ناقص 11 x زائد 5 زائد 15 مضروبه مباشره في قيمه ال y 0 و y 0 كانت ب 69315 كده انتهيت من الحد الاول من المعادله. نجي للحد الثاني y 1 اصلا معطى مش نحسب ال 1 of x. طيب ال L1 of X حتكون X ناقص كل القيم في المقام في البسط سوري ما عدا X1 يعني حيكون X ناقص X0 في X ناقص X2 X1 ما حاخدها. طيب وانا واقف لحد X2 التيبل بتاعي واقف لحد X2 اجيب هنا على X1 انا شغال ال1 حيكون X1 في المقام ناقص باقي القيم اللي هي X0 و X2 مباشرة حتكون لاحظ هنا في المقام ما في X1 ناقص X1 لانه X1 ناقص X1 ب0 بتنسف المقام ما في X1 ناقص X1 x1 ناقص x0 انا اقول x1 ناقص باقي كل القيم يعني هتكون x1 ناقص x0 في x1 ناقص x2. طيب قيمه x0 x2 x1 برضه معطاه في الجدول همشي اعوضهم حيكون x ناقص 2 في x ناقص 3 اللي هي x0 بكم؟ ب 2 اللي هي دي x0 ب 2 x2 ب 3 x2 اللي كانت في الجدول ب 3 x ناقص 3 على x1 كانت 2.5 x0 كانت 2 على 2.5 ناقص 3 مباشرة الباقي ده تضريبات عادية حيكون لأنه 2.5 ناقص 2 ب 0.5 و 2.5 ناقص 3 ب سالب 0.5 حيكون موجب 0.5 في سالب 0.5 اللي هو بسالب 0.25 عشان كده بقى سالب 1 على 0.25 والحاصل ضرب الاكس ناقص 2 في الاكس ناقص 3 طلع باكس تربيع ناقص 5 اكس زائد 6 سالب 1 على 0.25 هو عبارة عن 4 سالب 4 سوري عبارة عن سالب 4 شيل سالب 4 وزع جوا القوس حتبقى سالب 4 اكس تربيع سالب 4 في سالب 5 بموجب 20 حيكون موجب 20 اكس سالب 4 في 6 حيكون بسالب 24 كده انا كونت المعادله بتاعت ال L1 of x مباشره همشي اخدها وين؟ في الحد ده اللي هي بقت ال1 of x حاخد بدلها سالب 4 اكس تربيع زائد 20 اكس ناقص 24. طيب مضروبه اللي لقيتها في المعادله بتاعتي في y1 y1 كانت ب 0.91629 مباشرة حضربها فيها يعني حوزع الرقم ده شنو؟ للقوس ده كده اكون حليت الجزء الثاني خطيت الجزء الثاني من المعادلة. امشي للجزء الثالث للمعادلة اللي همشي اجيب منه ال2 الواي2 ما كانت معطى امشي اجيب ال2 اوف اكس ال2 اوف اكس قلنا في الجزء في البسط حيكون اكس ناقص كل القيم ما عدا 2 يعني يكون اكس ناقص اكس 0 في اكس ناقص اكس 1 ال2 ما في تمام واخر حاجة كانت في ال2 على اكس 2 ناقص باقي كل القيم اللي هي حيكون x2 ناقص x0 في x2 ناقص x1 اعوض قيمه x0 x1 و x2 مباشره برضه حيكون دي 3 ناقص 2 3 ناقص 2.5 اللي هي الحاصل بتاع التضريب بتاع 1 على 0.5 الواحد الجزء في البسط المقام كان طلع ب 0.5 اللي هو 1 على 0.5 برضه ب 2 والجزء فوق في البسط كان معادل من الدرجه الثانيه لانه قوس في قوس مباشره حيجي x تربيع ناقص 4.5 x زائد 5 1 على 0.5 اللي هي 2 حتبقى 2 x تربيع زائد ناقص 9 زائد 10 لان 2 في 5 ب 10 كده مباشره جبت المعادله بتاعت ال L2 of x هشيلها مش هاخدها في المعادله الاوليه بتاعتي العامه هيكون L2 of x اللي هي 2 x تربيع ناقص 9 x زائد 10 مضروبه في ال y2 اللي هي عباره عن 1.09861
طيب كده بقدر المعادله كده عندي ثلاثه حدود، عندي ثلاثه حدود بيناتهم اشاره زائد زائد زائد. طيب الحد الاول فيه معادله من الدرجه الثانيه، والحد الثاني فيه كذلك معادله من الدرجه الثانيه، والحد الثالث برضه فيه معادله من الدرجه الثانيه. فلو لاحظت دي معادله هنا في اكس تربيع، دي في اكس تربيع، في اكس تربيع. جمع حدود اكس تربيع مع بعض، حدود اكس مع بعض، الحد المطلق مع بعض، لكن بعد ما تضربهم في واياتهم، يعني حيكون المعادله دي في الواي 0، المعادله دي في الواي 1، المعادله دي الثالثة في الواي 2. مباشرة حجيك شنو؟ معادلة في اكس تربيع، معادلة في اكس تربيع هنا، ومعادلة في اكس تربيع هنا. جمع الحدود المشابهة، يعني اكس تربيع مع بعض، الاكس مع بعض، الحد المطلق مع بعض، في النهاية حجيك معادلة من الدرجة الثانية. تمام. طيب نيجي نشوف ده حاصل التدريبات هنا. طلعت لك المعادلة النهائية بي 2 اوف اكس، لما هنا ضرب لو لاحظت هنا الواي 0 في المعادلة بتاعتها، الواي 1 في المعادلة بتاعتها، ال 1 بتاعتها، الواي 2 في المعادلة بتاعتها، يعني ستيب. الستيب الأولى تكتب القانون العام. الستيب الثاني تجيب توجد ال0 ال1 ال2 لانه المعادله من الدرجه الثانيه ولانه الجدول منتهي لحد قيمه الواي 2. طيب عشان كده وقفت في الواي 2 مباشره. الخطوه الثالثه اجي اعوض المعادله بعد ما جبت ال0 ال1 ال2، اشيلهم اعوضهم في المعادله، اضربهم في الوايات بتاعتهم اللي هي المعادله الاولى كان واي 0 ال0، دي كانت واي 2 ال كانت واي 1 ال1، دي كانت واي 2 ال2. حاصل التضريبات ده اللي هو عباره سالب 0.081 64 اكس تربيع زائد 0.81366 اكس ناقص 0.60761. مباشرة حاصل التجميع ده كله مع بعض جانا بشنو؟ سوري حاصل التجميع الفوق ده كله جانا شنو؟ معادلة من الدرجة الثانية. فعلا هي طلعت معادلة من الدرجة الثانية لأنه اكس رتبتها أس 2. طيب الجزء الثاني من المسألة كان بيقول لك في السؤال هنا، كان بيقول لك القيمة الحقيقية المحسبة لما تعوض المعادلة جاتك 2.7 بدل x قيمتها 2.7 حتجيك ال y ب 0.9325، دي القيمة الحقيقية اللي هي الحد بتاع المسألة. خلينا نشوف الايرور بتاعت الطريقة دي كم، يعني الطريقة دي فيها نسبة الخطأ بتاعتها كم. طيب هنعوض ال x ب 2.7 في الدالة الفوق بتاعتنا، يعني هنشيل بدل كل قيمة ل x، يعني بدل كل x هنعوض 2.7، هتبقى هنا 2.7 تربيع، هنا هتكون 2.7 هنا ثاني ما عندنا x. مباشرة الناتج بتاعها جاب 0.9941 2. الايرور بتاعنا هو عباره عن شنو؟ عباره عن القيمه الحقيقيه اللي انا موديك لها في المساله ناقص القيمه المحسبه من طريقه لاجرانج لما تعوض الاكس ب 2.7، الفرق بيناتهم بسالب 0.0087. وكده المساله تكون انتهت، وطلعت المعادله بتاعتي اللي بتربط ما بين اكس وواي اللي هي الواي هي عباره عن البي اوف اكس اللي هي معادله من الدرجه الثانيه. مباشره كده كون حليت المعادله اللي هي المطلوبه، وكده المساله بتاعتنا انتهت. وكده دي بالنسبه لطريقه لاجرانج المفهوم العام بتاعها. فانت اول حاجه بشوف الجدول بتاعك واقف لحد وين، اول سؤال كان الدرجه لحد وين، مباشره بتعتمد على قيمه ال0 ال1 ال2 لانه واي 0 واي 1 واي 2 او 3 كلهم بيكونوا معطى. بالنسبه لاذا كانت معادله من الدرجه الثالثه هنا حيكون، لانه في الثالثه حيكون الجدول واقف لحد اكس 3، مباشره ال0 حتبقى اكس ناقص اكس 1 في اكس ناقص اكس 2 في اكس ناقص اكس 3، يعني في قوس ثاني. برضه هنا كذلك x ناقص x0 في x ناقص x2 في x ناقص x3. التحت حيكون x0 هنا ناقص x1 في x0 ناقص x2 في x0 ناقص x3. فانت كل مره بتضيف حد على حسب الرتبه بتاعت المعادله بتاعتك او على حسب التيبل بتاعك، بغير لك في شنو في الفكه بتاعت ال0 ال1 ال2، وبالتالي بغير في المعادله. لاحظ انه لما تكون من الدرجه الثالثه حيكون في قوس ثالث، يعني يكون x في قوس x في قوس x، يعني x في x في x حتبقى x تقعد. فعلا دي معادله من الدرجه شنو؟ الثالثة. بعدها على حسب السؤال اللي انت مطلوب منك في المسألة وعلى حسب التيبل اللي قدامك. وبكده ان شاء الله متابعتنا في طريقة لاجرانج انتهت، ونواصل المتابعة الجاية اللي هي تكلمنا عن طريقة الفروق المقسومة والفروق المحدودة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.